مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي شؤون السقطرية الذي نسلط الضوء فيه على أهم وآخر التطورات والمستجدات في المحافظة. وفي هذه الحلقة سنركز أكثر على طبيعة سقطرة الساحرة وما تتعرض له من تدمير وتجريف وتهريب. أهلا بكم. وجهت ميليشيا الانتقال المدعومة من الإمارات والسعودية بإنشاء قاعدة عسكرية جديدة في جزيرة سقطرة الخاضعة للسيطرة السعودية والإمارات. مصادر محلية أكدت أن قيادات في ميليشيا الانتقال وجهت بإنشاء قاعدة استطلاعية في منطقتي نوجد وقعر جنوب شرق سقطرة. وأوضحت المصادر أن هذا القرار جاء بعد تسليم الملف العسكري والأمني في الأرخبيل لضابط في القوات البحرية الإماراتية يدعى بندر المزروعي. يشار إلى أن سفينة إماراتية جديدة وصلت إلى ميناء حولف بجزيرة سقطرة قادمة من إمارة دبي محملة بالآليات العسكرية. وقع القيادي في الانتقال والمحافظ المعين من مجلس القيادة رأفت الثقلي وقع على إنشاء كورنيش خلفان المزروعي في منطقة دليشة شمال شرق العاصمة حديبو. وقال مصدر محلي في الجزيرة إن الثقلي منح مؤسسة خليفة الإماراتية مساحة كبيرة من الساحل لإنشاء الكورنيش. وتهدف أبوظبي من خلال إنشاء الكورنيش لاستخدامه واجهة لجذب السياح الأجانب إلى الجزيرة. أغرقت الإمارات الأسواق المحلية في محافظة أرخبيل سقطرة بمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية غير عابئة بصحة وسلامة المستهلكين والبيئة. وأكدت مصادر محلية في الجزيرة أن أسواق سقطرة مليئة بسلع غذائية فاسدة كانت الإمارات قد أدخلتها إلى الجزيرة في وقت سابق تحت غطاء المساعدات الإنسانية. وبعد إبقائها في مخازنها لفترة قامت بتوزيعها على الأسواق لبيعها ليتفاجأ المواطنون بأنها فاسدة ومنتهية الصلاحية. وقالت مصادر محلية إن الإمارات تستغل الأوضاع الاقتصادية وتدني مستوى المعيشة وانتشار الفقر لتصريف منتجات فاسدة، بينما تقف ميليشيا الانتقال ضد أي جهود للجهات المحلية المختصة للرقابة على الأسواق التي تحتكرها الإمارات. في سياق متصل، تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر بعمادة الدقيقة المخصصة كمساعدات في أسواق الجزيرة. وقال الناشطون إن مادة الدقيقة المخصصة كمساعدات تباع في المحال التجارية بأسعار باهظة. واستنكر المواطنون في الجزيرة صمت السلطة المحلية التابعة للانتقال عن بيع المساعدات في الأسواق، مشيرين إلى أن عدة مواد بيعت سابقا رغم أنها غير مخصصة للبيع. قال الكاتب محمود السقطري إنه في مع بداية العام الدراسي الجديد تعيش جزيرة سقطرة واقعا مريرا في كل عام على جميع الأصعدة، لا سيما مجال التعليم، ومن أبرز تلك المشاكل عدم حصول الطلاب المتفوقين على حقهم من التأهيل وغياب المقاعد المخصصة لتأهيل أبناء سقطرة في الداخل أو الخارج. وأضاف الكاتب في مقال نشره موقع المهرية نت أن واقع التعليم يشهد تحولا من السيء إلى الأسوأ، خاصة أن أغلب من أوكلت إليهم إدارة السلطة المحلية ينظرون إلى التعليم من منظور ثانوي، لذلك تراكمت معوقات عدة في طريق إصلاح مجال التعليم منذ أعوام خلت. وما زالت هذه المعوقات في ازدياد، خاصة في العقد الأخير من الألفية. وأشار الكاتب إلى أن واقع التعليم في سقطرة يشهد تردياً كبيراً، لا سيما بعد انقلاب ميليشيا الانتقال على السلطة المحلية قبل سنتين، حيث بات الأرخبيل يفتقر إلى الخدمات الطلابية على جميع المستويات.
وفي سياق آخر أفادت مصادر محلية تون إن الأجهزة الأمنية في محافظة أرخبيل السقطرى ضبطت عملية تهريب بذور للأشجار النادرة في الأرخبيل. وقالت المصادر إن أجهزة الأمن ألقت القبض على شبكة التهريب وقد غلفت آلاف البذور بشكل محكم بطرق علمية حديثة ليتم تهريبها إلى الخارج. في السياق ذاته علق الأكاديمي أحمد الرميلي على حادثة تهريب بذور الأشجار النادرة إلى الخارج قائلا إن هذه الشبكة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، وإن هذه الممارسات تعد جريمة صارخة وانتهاكا لطبيعة سقطرى وقوانينها البيئية التي تجرم نقل الأشجار من وإلى الجزيرة، وطالب المعنيين والجهات المختصة بالضرب بيد من حديد وعدم التساهل مع أعضاء الشبكة وكشف من يقف خلفهم في الداخل والخارج. وأضاف أنه إذا لم يتم ضبط الجهات المتورطة في هذه الجرائم وإقالة الفاسدين فإن طبيعة وبيئة سقطرى وما تتميز به من نوادر ستكون الخاسر الأكبر، وستتجه المحافظة برمتها نحو مستقبل مجهول. سلط موقع قشم بريس الضوء على دراسة أصدرها عدد من العلماء في جميع أنحاء العالم للتحذير من انقراض أكثر من 60,000 شجرة بعضها في جزيرة سقطرى، حيث تقول إن استمرار فقدان الأشجار على نطاق واسع سيكون له عواقب وخيمة على البشر والحياة البرية والنظم البيئية للأرض. ويضيف الموقع أنه عندما تختفي هذه الأنواع من الأشجار فإن تراثها الثقافي المقابل لن يكون موجودا مثل أشجار دم الأخوين في أرخبيل السقطرى أو شجرة الباوباب في مدغشقر. ووفقا للموقع فقد سميت شجرة دم الأخوين الفريدة من نوعها في جزيرة سقطرى في اليمن باسم النصغ الأحمر للشجرة، ما يعرف باللغة السقطرية بأمصوله، وكان لهذه المادة قيمة كبيرة منذ العصور القديمة ويمكن استخدامها كصبغات وأدوية في العصر الحديث. على بعد 200 كيلومتر من البر الرئيسي اليمني وفي جو يملأه السلام والهدوء تستقر هذه الجزيرة اليمنية سقطرى في قلب المحيط الهندي في منظر قل أن تجد نظيره في العالم، حيث الجبال على مد النظر وحياة نباتية فريدة وحيوانات نادرة وسواحل وكثبان تأسر الوجدان. سقطرى الجوهرة اليمنية الساحرة في سياق التقرير التالي. صنفت كإحدى أجمل الجزر في العالم وأصبحت وجهة سفر سياحية لجمال طبيعتها الفاتنة وسكونها، حيث تفردت بموقع جغرافي مهم وتنوع حيوي لا يزال محل دهشة الكثير من الناظرين والباحثين وهدفاً لدراساتهم. سقطرى أيقونة الجزر تبلغ الدهشة أقصاها عندما تتجول في أرجاء الأرخبيل وتغمرك سعادة عجيبة وأنت محاط بجمال يكتمل بسحر المكان. تميزت عن غيرها بأنواع من النباتات والأشجار النادرة التي لا تنبت في أي مكان على وجه الأرض إلا عليها. أبرز أشجارها شجرة دم الأخوين، وهي أكثر الأشجار غرابة في العالم، حيث أكد العلماء أن شجرة دم الأخوين قد ظهرت لأول مرة في الأرض منذ أكثر من 50 مليون سنة. تميزت بشكلها الفريد الذي يشبه المظلة، ونسجت حولها العديد من الحكايات الأسطورية، كما تدخل شجرة دم الأخوين في الكثير من الصناعات البدائية بالجزيرة وتعد من النباتات الطبية التي تستخدم كعلاج، كما إنها كانت تستخدم كصبغة وبخور ودهان للجسم. عرفت الجزيرة بأرض العجائب والنوادر البيئية والأساطير كما أطلق عليها، وتعد بأكملها محمية طبيعية حيث لم يطمس الفعل البشري جمال الطبيعة البديع، إضافة لسمائها الزرقاء التي تعكس لونها
على صفاء مياه بحر الجزيرة الساكن منظر يأسر الألباب. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف الناشط السقطري أمير السقطري. أهلا بك. بداية سيد أمير، بيئة سقطرى وطبيعتها الساحرة التي أسرت العالم برمته، وهي التي تعد رابع أكبر جزيرة في العالم من حيث التنوع الحيوي، هذه البيئة النادرة اليوم والتراث الإنساني الطبيعي يتعرض للتدمير، للتهريب، للتجريف، آخرها تهريب بذور لأشجار نادرة خارج سقطرى. ما هو تعليقكم على هذا الحدث؟ بداية مساء الخير ومرحبا بك أستاذ عاطف بقناة البهدية التي تنقل هذا أو معاناة أبناء سقطرى. الحاصل في سقطرى والانفلات الأمني الذي يحصل في سقطرى في بتهريب مثل هذه البذور النادرة التي لا توجد في العالم كله إلا في سقطرى فقط، وهذا يعني هذا الذي اكتشفوه إنما هو قليل من كثير، ويتم تهريب مثل هذه البذور ويتم تهريب غيرها من البذور التي يتم تهريبها عبر سقطرى أو أنها جعلت سقطرى كمصدر للتهريب الممنوعات الأخرى كتهريب السلاح وغسيل الأموال وغيرها من التهريبات الممنوعات، وسقطرى كبيئتها وسقطرى التي لا يوجد في العالم الأشجار التي موجودة في سقطرى، والعالم كله يتحدث عن سقطرى عن نذورتها. اليوم إذا أصبحت يعني البيئة الموجودة في سقطرى انتقلت إلى مكان آخر، أكيد أن سقطرى ستخسر يعني تخسر بمكانتها في العالم، ستخسر المكان السياحي الذي يتم استقطاب السواح عبره. اليوم نحن نعيش أمام عصابة هي التي تمارس هذه يعني العملية التهريبية، وإنما هم الآن يكشفون هذا الأمر يعني كأنه بسيط فقط يعني، وهذا هذا 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 هذا, هذا يعني هذا الذي اكتشفوه إنما هو يعني كما قلت قليل من كثير يعني. طيب سيد أمير، نعم، نتتبع في مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع دولية للتسوق بيع بذور سقطرى النادرة وأشجارها، برأيك من مسؤول عن هذه القضية والمشكلة الكبيرة التي تنتهك خصوصية سقطرى؟ أكيد المسؤول عن هذه القضايا التي تحصل في سقطرى بالأساس هو التحالف السعودي ثم الإمارات التي تمارس العبث في سقطرى، وبعدها المجلس الانتقالي الذي تبنى أن يحرس سقطرى أو تبنى فكرة أن يحافظ على بيئة سقطرى وتبنى فكرة أن يكون هو الحاكم في سقطرى، فهو الذي المسؤول الآن أمام الشعب السقطري أمام كل الجهات التي يعنيها هذا الموضوع، فهو المسؤول يعني طيب. والأصل أن يحافظ على 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 سقطرى وعلى خصوصية سقطرى طيب. وعلى نذورة سقطرى يعني. طيب أشرت أن السعودية والإمارات المسؤول الأكبر عما يحدث في سقطرى خصوصا بعد تمكينهم الانتقالي من إدارة وحكم الجزيرة، برأيك ما هو دور المنظمات الدولية الموجودة في الأرخبيل؟ كثير من المنظمات الدولية تعمل في سقطرى باسم البيئة، ما دورها هي هل هي أيضا مشاركة فيما يحدث؟ أكيد أنها مشاركة إذا كانت صامتة عن كل تلك العبث الذي يحصل خصوصا ما يحصل في البيئة، إذا لم نجدهم في مثل هذه المواطن التي يجب أن يظهروا فيها كحفاة كحافظين على البيئة كنشطاء يعني منظمات مجتمع مدني كمنظمات يجب أن تصدر بيانات، يجب أن تندد، يجب أن تفعل أشياء لتحافظ على هذه البيئة يعني. الآن المنظمات شبه أنها ساكتة أو راضية أو دفعت لها يعني. هذا ما اسمح لي على المقاطعة. طيب إذا أين دور أهالي سقطرى أجيال وراء بعض تحافظ على هذه البيئة وهي من أوصلت بيئة سقطرى إلى هذه العالمية، أين دور الأهالي والمواطنين فيما يحدث يعني أمام أعينهم يحدث تهريب وتجريف للهوية السقطرية والبيئة والطبيعة النادرة؟ ما موقف المجتمع السقطري مما يحدث ويحصل؟ المجتمع السقطري
نهك من ما فعله الانتقالي به قبل سنوات باجتياح سقطرى بالأزمات التي اليوم يعني تريد من المواطن السقطري أن يتكلم عن البذور التي تتم تهريبها وهو لا يجد قوت يومه، يعني يكاد أنه مشغول في قوت يومه في أشياء يعني يهمها أولاده، الدراسة، الأشياء المغلقة عليه، يعني أدوات الطبخ، يكاد أنه الأزمات التي حصلت له يعني لا تمكنه أنه يطالب بالأمور الأخرى. لكن أيضا يعني لابد أن الأهالي أن يتحركوا، ولكن إلى من يتحركون وإلى من يشكون؟ إذا كانت الدولة نفسها لا يعني غيبت المؤسسة الدولة وغيب الأمن وغيب الحفاظ على هذه الأمور والممتلكات. كان ينبغي من المواطنين أنفسهم أن يتخذوا موقف تجاه ما يحصل في سقطرى. بيئة سقطرى وطبيعتها هي الثروة بحد ذاتها. الناشط السقطري أمير السقطري، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. الكهوف والمغارات في جزيرة سقطرى عالم مليء بالكثير من الغرائب والأسرار. في الواقع جزيرة سقطرى واحدة من أهم جزر في العالم، فهي جوهرة اليمن وموطن الجمال وأحد العجائب. الكهوف والمغارات في سقطرى عالم من الغرائب والأسرار. جزيرة سقطرى واحدة من أهم أربع جزر في العالم، فهي جوهرة اليمن وموطن الجمال وإحدى العجائب. أساطيرها كثيرة وأسرارها لا تنتهي، تضاريسها متنوعة تتوزع بين جبال شاهقة وسهول منبسطة وهضاب وأودية وخلجان، حتى صحراؤها فريدة من نوعها، كهوف ومغارات تنتشر في مواقع عديدة من أرخبيل سقطرى. والكهف أو المغارة عبارة عن تجويف صخري في بطن الجبل، وهو ممتد لمسافة طويلة تصل إلى عدد من الكيلومترات من بداية مدخلها إلى نهايتها، تشكلت من الترسبات الكلسية تبدو للزائر أشبه بحراب ورماح وأعمدة كلسية معلقة وفي هيئة ثريات بلورية بديعة، فيما يظهر بعضها على هيئة نباتات متسلقة أو حدائق من الزهور والشعاب المرجانية، مما يضفي عليها بعدا جماليا أخاذا يضاف إلى تكويناتها ونقاء هوائها. بعض الكهوف تعد موئلا للطيور الجارحة، ومنها ما يعد مأوى للمواشي التي من اللافت انتشارها بمنأى عن تهديدات الحيوانات المفترسة التي تخلو منها الجزيرة، وتمثل هذه ميزة من أبرز سمات سقطرى. في أرخبيل سقطرى أكثر من 52 كهفا ومغارة، أبرزها مغارة ديجيف وكهف جنيب شبهن الواقع في منطقة دكسم، وكهف حوق الذي يعد أعجوبة وواحدا من الغرائب الطبيعية في العالم، يصل عرضه إلى 1000 متر بينما طوله يزيد عن 13 كيلومترا كأطول كهف في الشرق الأوسط، وفقا لدليل المعلومات الصادرة عن جمعية أصدقاء سقطرى في المملكة المتحدة عام 2018. على جدران الكهف تتوزع ترسبات كلسية وصواعد وهوابط وتكوينات شفافة مشكلة لوحات بديعة. يمتلئ الكهف من الداخل بالعديد من النقوش التاريخية والرسومات الساحرة والزخارف المدهشة والقطع الفنية الأثرية المنحوتة والمنقوشة على جدران الكهف. استخدم الكهف في السابق كمعبد ديني ومكان يأوي إليه المسافرون والبحارة من أنحاء العالم كافة، وقد عثر في الكهف على أوان فخارية كانت تستخدم في الطقوس الدينية والأغراض المعيشية الأخرى، كما عثر فيه أيضا على العديد من النصوص واللوحات المكتوبة بخط المسند، منها لوحة خشبية دون عليها أنا عبقر السومري، أرجو ممن وجد هذه اللوحة أن يقرأها ويحفظها في مكانها في الكهف. اللوحة يعود تاريخها إلى 500 عام قبل الميلاد، وفي منتصف الكهف يوجد شلال وعيون مائية، فعلى مدى آلاف السنين شكلت قطرات المياه أحواض لمياه عذبة وتكوينات فنية كلسية غاية في الروعة والجمال. هذه الكهوف والمغارات سر من أسرار سقطرى التي لا تنتهي عجائبها، وتعد من الغرائب الطبيعية في العالم، وما زالت محاطة بالكثير من الغموض وتتطلب تأهيلا كونها تشكل معلما سياحيا بارزا ومميزا في أرخبيل سقطرى.
قوات الواجب السعودية 808 بعد أن ساهمت بشكل كبير في إسقاط مؤسسات الدولة في جزيرة سقطرى، الآن ماذا يفعلون؟ نتابع. وصلنا وإياكم مشاهدين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي شؤون سقطرية، نلتقي في حلقة جديدة مقبلة إلى حين.